التواريخ التاريخ الثورة التواريخ هو هذا نقاش يقول فيه الرئيس تقريبا تحسوا اعلان رسمي البارح ولا كلام 17 لا لا تصوروا هو ديما يقول راهو عيد الثورة الحقية 17 رغم نحب الصح حاجة وانا ادعي اني متابع كرونولوجيا بدقة محصول في الواحد ذاك اكيد انه الرئيس يقول 24 ديسمبر ترفع شعار اسقاط النظام مش صفر دايف ترفع قصة الشعب يريد اسقاط النظام اللي خرج من تونس خرج لو 15 جانفي بعد خروج بن علي لو 14 لا 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 لو 14 بن علي قالوا له ديجاج ديجاج الصيغة الشعب يريد اسقاط النظام اللي مشيت لساحات مصر في ساحة التحرير جات في تونس لو 15 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة احنا بيسكو هو ما نحبش هالديبا اما متاع ذكريات كلنا عشنا انا ناكد لك انه الشعب ها مش ندخل مثال شي اختار الشعب يريد اسقاط النظام خرجت في سفاكس ومن بعد قدام وزارة الداخلية قالت ديجاج ديجاج لو 24 ديسمبر الرئيس يقصد لو 24 ديسمبر لو 24 ديسمبر الكرتوشة اللي خرجت في المكناسي سقوط اول الشهداء الضحايا وقتها باطلاق الرصاص بعد ما تم اقتحام مركز الحرس الوطني عادي اليوم الرئيس يقول انا 17 ديسمبر غدا يجي رئيس يقول لي 14 جانفي وقت هروب المخلوع ولا زاد باش نعملوا لها استفتاء هذه ما هو اللي يحكم في السلطه هو اللي يقرر وقتاش العيد زاد هو باكي ما قالكش لو 25 جوي لو 25 جوي موضوع هذاك سوني دهماني نسمعوا رايك بعد الفاصل ما تبالوش